تظاهرت فاتح ماي بمدينة فاس تحت شعار تعبئة وطنية لمواجهة الغلاء. باسم الاتحاد الجهوي للاتحاد الوطني للشعوب المغرب نشكر جميع المناضلين والمناضلات الذين قدموا من مختلف أقاليم الجهات للاحتفال أولا بعيدنا الأممي وللاحتجاج ثانيا على الزيادات التي تقوم بها هذه الحكومة المشحومة. باسمكم جميعا وباسم الاتحاد الجهوي نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل المناضلين، إلى كل المسؤولين بالاتحاد الجهوي لفاس مكناس، لكل المكاتب الجهوية القطاعية بجهة فاس مكناس، لكل المكاتب الإقليمية للاتحاد بجهة فاس مكناس، لكل المكاتب القطاعية بالأقاليم جهة فاس مكناس. نرحب ونشكر الأخ الكاتب النائب الكاتب الوطني الذي تفضل بكلمة المكتب الوطني. نشكر مختلف الشركاء الذين حضروا معنا وقدموا كلمات متميزة سواء حزب العدالة والتنمية أو باقي الشركاء. باسمكم جميعا نتقدم إلى عسرة الأمن الذين سهروا على تنظيم هذه التظاهرة المباركة. باسم الاتحاد الجهوي نشكر اللجنة المنظمة، نشكر مختلف الشركاء مختلف الهيئات التي ساهمت معنا في إنجاح هذه التظاهرة المباركة، مختلف اللجان التنظيمية، اللوجستيك، الإعلام، كل الهيئات واللجان الذين شاركوا معنا، فشكرا لكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك.